تلت في قناة شوف تي في. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا الدكتور المباشر مباشرة من مدينة مراكش. حنا الآن تنتواجدوا مع الناس المرشدين السياحيين اللي كما تتعرفوا أنهم اجتازوا امتحان ديال الإرشادات ودازوا في الامتحان الشفوي. فإذا بهم تتاجئوا بالإحصاء ديالهم لدى الامتحانات هذه. التفاصيل غادي نعرفوهم مع الإخوان المرشدين. خويا أنا السلام عليكم. شوف انا بنا من البارح اليوم ماشي من المستجدات اللي كاينه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المستجدات اللي كاينه البارح اليوم وهو تزايد الشباب تحت الصف توافد علينا توقيع العارضه او طلب استفسار غير جدا. معظم الشباب طالبون بالوقفة التجارية لأن الدور يعرفها لأنه ما عندناش صفة قانونية وحدة، ولكن المستجدات ديال المستجدات الدينية وهو بأنه تيبان الناس اللي حسوا بالحضرة واحد المرة الناس كتحس براسها بأن فيها مفهومات، الناس اللي كتشوف راسها بأن هذا الحق ديالها باش تولي زاوية هنا في نشاط السياحة. وغادي ندوز كيف ما نستاذ وإلى تجربة متواضعة زائد مستوى ثقافي باك بيسكار تيسوار جيوغرافي دونك هاد الناس على شي قلبو معرفش يعني في التاريخ والجغرافيا وكل شيء يعني حتى الشفوي اللي دوز لا هادشي كان ماشي شي واحد ساعتين تسألو
اشي يطلبوا كي قال الاخر يعني قال لي كيسول واش دي واش لازم لك واش شي مسائل اللي ما عمرنا في حياتنا دوزنا امتحانات امتحانات ما عمرنا سمعنا بهذا لي جور ديال لي كيسيون اللي كيسولوا من هاد الناس اللي كيلا واش عندها سيني سي واش عندها هذا واش عندها هذا. حنا الان دابا فواحد المنعطف تقريبا بغينا نعرفوا هاد الناس علاش داروا هاد المباراه من الاول، علاش داروها مادام هاد الناس بغاو هاد المرشدين غير نظاميين كان بدا ما يحكوا هاد الفئه. جات واحد الوقيته من شهر ثلاثه تقريبا حتى شهر سته في لاهور سي فواحد جو الناس وراء كبير هذا سي حمايه كان عليهم ببساطه هاد الفلوس اللي خسروا في هاد الشكل هو ملايين خسرات ملايين اللي خسرات في هاد الامتحان الوقت كل وقت. علاش هاد الناس اللي كانوا بغاو هاد الناس يقولوا لهم يستدعيوهم اجيو نتوما كذا ونتريطيو كي داروا دابا واحد 8 زائد هاد الناس اعلنوا على النتائج قالوا 1296 مرشد سياحي بيعطيو الاضافه. انا اتساءل الان اتساءل مراكش الاضافه اش هي مع احترامي الى الناس اللي دازوا انا ما عرفتهمش شخصيا عرفت شو دي ولكن الاضافه اللي بيعطيو داخل الصور هاد الناس هاد المرشد السياحي ديال الفضاءات راه ماشي حدو مراكش الصور خرج على برا كاين بزاف الحوايج بزاف ديال اللي زيد على برا الصور ديال المرشد فضاءات او مرشد مدارات سياحيه هذا في الوزاره الوصيه لنا هي اللي كتعطي التسليم. هنايا المشكل اللي عندنا علاش نشتم الاقصاء علاش اسباب الاقصاء ومعايير الانتقاء لهذا النفس بازار عليها ويجاوبنا يعطونا جواب مقنع اكيد ان الجهه المسؤوله لا تسمع راه لازم نبرد دابا تسمعوا كل شيء راه عارفين علاش هاد الناس سخربوا كي قال لك الاخر هاد الوقت شهرين تقريبا شهرين علاش كاينه شي حاجه تما حنا ما عارفينهاش بينا ما عرفناش لا اسكت مقنعه يقنعونا دابا حنا بينا غير نتائج شنو نعرفوا حنا في دورنا غادي نشوفوا غير من دوبيا بان باش تجاوب على هذا واحد نجح جايب 8 وحنايا عارفين بانه راه جايبين 13 و8 راه فعل الاقصاء دايز وراهنا ما دايزش اعطيني النتائج ديالي نعرف راسي شحال جاي باش نعرف راسي انا فين عندي الخلل ممكن انا عندي خلل في نفسي بان انا كنشوف راسي مزيان وانا خايب فاعطيني النتائج ديالي نعرف شحال جاي انا ماشي في الامتحان ديك الساعة تينا شفنا راسنا ما تبناش وكنا دايزين على القناعة. لا لا سلام عليك اللي عنده لغه أكثر، حنا كندوزو تعب واش هادشي واقع.
لأن التجربة اللي عندكم كبيرة فوق الطاقة ديالك. واخا واخا نشوفوا شي واحد. حنا الدور ديالنا غادي نحاولوا نتواصلوا مع الجهة المعنية باش تفسر لنا علاش هاد الأقصى. يعني كما قال سي كما قال سي الحافظ يعرف بنادم من الخلل فين كاين بعدا باش ما نمشيش من الاول الحفر راسنا كي قال اكسبتي هاي سيزون خدامين خدينا مصالحنا وخسرنا فلوسنا ياك ما بريمونت واخا في لي دوسي وفي الاخر كانت تفصاو بلا اسباب مذنبه وبلا وانسان ما يعبرش تحس براسك بحال ما عندك حتى شي قيمه تهنا في عندنا وبغينا نرد الاعتبار لا نحن ولا كنشوفوا في هذه الهضره نشوفوا سيدنا اي جهه اللي هي معنيه تقدر تعاوننا بشي حاجه تدخل في هذه الحاله لكن مازال حنا كنعانيو. واخا اختي سامي شوفوا اخ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم معكم سعدكم يعني تجربه متواضعه ديال 15 سنه صراحه تفاجئنا بهذه النتائج صراحه جاني ميساج كنقلب الناس في النتيجه اللي هي زوينه صراحه تفاجات بان كنلقى غير يستغل الناس بزاف تقلب غير مرات شحال مرات انه كيتبعوا فيه غير مرات شي ناس مرات هذه هي تقلب 16 سنه و 17 سنه ولا في مرات ولينا ولاد بزاف البلاد ديال فيها الفلوس ديال اللي تولي بيها صراحة تفوجنا بهذ النتيجة هذي اللي حنا كنعرفو مزيان باش نستمتعو بحال صراحة اللجنة اللي كانت سولتني على أساس بالنسبة لي سير كويك كيفدارو وهذا المهم عطيتهم فكرة على بالنسبة للسير كوي والمدارة كيف كيفدارو فجيت فاجئ باقي عارف على هاد الكلمة هادي اللي كنت قوي يعني تشجعني بزاف يعني خرجت الحمد لله وعيت للوالدية وطلعت كل شيء بخير باقي كنعقل جيت من زاكورة باش ندوز سير كوي باش ندوز الامتحان مع 4 لارو وكان عندي خدمة لقطية في فاس يعني ايماجين انني ليا اللي كانوا معايا اللي هما جنسية قرونية كانوا معايا 17 ديال الناس اضطريت انني في يقوم بكري مع السبعة ديال الصباح وشرحت لهم قبل لهم راه عندي امتحان مع 4 لارو واش تفكرت لكم مع 7 الصباح نمشيو ولا نشوفوا شي سائق اخر في الماء قال لك لا حنا غنفيقوا بحسن 7 الصباح نلقاكم نلقاو في الطوموبيل اي بون شونس فاش وصلنا ما غاتش مع ثلاثه الصراحه حتى هما عاونوني بزاف يعني عطاوني يعني كنقولوا مساعده اللي هي معنويه عاونوني بزاف ومشيت دوزت وكلشي داز مزيان ولكن تفاجئنا بالنتيجه الصراحه ما درناش ماشي قرينا لا انا الحمد لله ماشي قرينا لاننا حنا في الميدان 17 سنه ماشي تجربه كبيره ماشي زيد كتاب نقرا بحال الناس اللي داروا لا كنعرف تاريخ المغرب كنعرف تاريخ المغرب هو الحضاره بعدا كنعرف تاريخ ديال مراكش الحمد لله راه نمشي للمراكش نمشي لكازا طنجة الشام قال الاخ البارح انا بلا جي بي اس بلا والو نمشي معاهم جي بي اس هو هذا بعض المرات كتخدم لويس في كازا علاش كتخدموا على لومبوتياج فين كاين كيبقى يقول لك الطغنية ضغط الطغنية ضغط وانت غادي تعمل لي انت اللي غاتطغني هذا ضغط ماشي انا المهم الحمد لله ماشي قريت في الانجليزي انت ماشي قريت يعني فكره المغرب كان بالكونفرو ديالو الفيلا امبيريال ديالو لو نور لو سود اي حاجه الحمد لله ماشي ولكن كيفاش انا كنشوف الناس ما نجحوش فاش جيت نتلاقى بهاد الناس هادو اللي طوال الجمعيه كنشكرو من المنبر هذا كنلقى ناس احسن مني وقدام عليا وخدمت معاهم خدمت معاهم كانوا خلصوني ما نجحوش يعني هما اساتذه وكنعترف بهم بزاف يعني الناس عندهم كفاءه كبيره يعني علاش ما يتقسموش علاش تمنى تقسم انا اللقاء ديال شفتي فين عيطوا للوزاره نشكرهم نقول شكرا بزاف راه المهم اكيد هما راه غادي يشوفوا يعني تفاجئ انا باش تسمية في وارزازات 82 هنا 300 في شي جهه 100 في شي جهه راه حشومه راه مراكش هذا راه ماشي هذه هي العاصمه السياحيه ديال البلاد وكنتمنى ان شي جهه ولا سيدنا الله ينصرهم من هذا المنبر هذا سيدنا الله ينصرهم يشوف من حالنا لان راه
التالي التالي فينا اللي كيهضر دابا انا ندوز واحد 15 سنه في الميدان التالي. وشكرا لك وشكرا لك شفتي تلو استاذ كاخيرا. السلام عليكم، معكم ابراهيم جولان من الرشيدية، ولكن كنسكن في مراكش. عندي اكثر من 17 سنة في المهنة ديال السياحة جميع لي دومين، من شيفور سائق مهني، لوطيلغي، الارشاد في دومين واتساب بيان سور. كنتقن اللغة مزيان، اللغة الانجليزية، وقريتها حمايا وقريتها حتى على برا واحد المدة. جينا وشفت انا لي ريزولتا ديال هذا الامتحان، تفاجأت صراحة وتصدمت. أولا لأن ما كاين، لا يعقل مدينة بحال مراكش يكون فيها 1000 يدوز فيها، ماشي تكون فيها دوزات فيها أكثر من 2000 واحد، وغادي يديو فيها 80 ديال الناس. وكما قال الأخ اللي سبقني حشومة باش تشوف حتى ديك لاليست ديال الناس اللي يجرو، ما كاين أوبي، ما كاين سي، ما كاين أ، ما كاين غير مدينة ديال مراكش كلها. يعني كاين شي حاجة اللي ماشي هي طبيعية. وحتى هذه المهنة ديال المرشد السياحي هي واحد المهنة اللي الدولة ما كتخلصها لها شي حاجة. يعني على الأقل بعد اللي دوز الامتحان وجاب بجدارة واستحقاق خصو يدوز، لأن الدولة ما غادي تخسر حتى شي حاجة، غادي ترجع هادشي يكون نظامي وتعطي لك عباد الله والناس تخلص لي زاسورونس ديالها وتكون معروفة. يعني الدولة ما عندها حتى شي ضياع، إلا نجحت 2000 ينجحوها 2000، إلا نجحت 500 ينجحوها 500، إلا نجحت 1000 ينجحوها 1000. ماشي ضروري يكون مثلا 80 واحد مراكش، ومثلا تكون الرشيدية يكون فيها 120، علما ان مثلا المدينه ديال مراكش مراكش فيها سياحية راك ها؟ لان مراكش راه سياحية 100%. ماشي لا كيسيون ديال حتى السياحة مراكش، كلشي كيدوز على مراكش وكلشي كيجلس على مراكش على الاقل يومين ثلاث ايام. يعني كاين الخصاص اللي قيد اللي عندهم لي كاليفيكاسيون، ماشي غير اللي قيد اللي مدوز محبس ولا قيد اللي مثلا ديجا كان فوقيد وكيتشد وكيطلق. حنا ما بغيناش نشدو ونطلقو، حنا بغينا نخدمو بكرامة. فهمتي انا ما نرضاش نمشي مع الكليان ويشدني بوليسي ويقول لي اجي انت غادي نديك، انت كتخدم بلا رخصة. حنا بغينا نخدمو برخصة. وكما قلت هاد المهنة هادي راه الدولة ما غادي تخلص لنا حتى شي حاجة عليها، هادي مهنة حرة يعطيونا لي كارت ديالنا نخدمو، واللي كيخدم مزيان راه غادي يكون عنده الكليان. لان كما قالوا الاخوان انكم عندكم كليان ديالكم تيجيو تتحشموا، باقي تقول لهم ما غاديش نمشي معاكم. شوف عندنا الكليان ديالنا ودوزنا الامتحان، دوزنا الامتحان مزيان بالشهاده ديال دوك الاساتذه اللي كاينين تما، وبالشهاده ديال ديك اللجنه اللي كاينه تما. يعني مني غادي وبالشهاده ديال الناس قال لك يعرفوني، مثلا شي واحد تهضر معايا يقول لك هذاك السيد كيهضر مزيان وكيعرف المغرب مزيان وكي. يعني هاد لي ريزولتا هادي راه ما فهمهاش، راه ما كاينهاش. واللي فاجئني اكثر هي ملي كنشوف السيده الوزيره الله يجزيها بخير وكتكتب هنيئا، زعما هنيئا لاش؟ هنيئا ل 80 واحد، هنيئا ل 80 واحد ودوزات 2400 واحد. اللهم انا هذا منكر، اللهم انا هذا منكر. هادشي راه خصو يتبدل، وكنطلبوا من الناس المسؤولين باش يعاودوا يشوف هادشي اللي كاين، وكنطلبوا من سيدنا الله ينصرو باش يشوف هاد الحاله اللي وصلنا ليها. لا راه ما يمكنش تكون كتهضر اللغه مزيان وكتعرف المغرب مزيان ونقي ومقاد ودرتي واحد لي فور باش دوز هاد الامتحان، وكتصدق كتلقى مع شي واحد لا علاقه ويقول لك انا راني خديت لك. كيفاش داروا لها؟ بغينا غير نفهم، يعني شي بقى غير نفهموا هذاك الامتحان اللي دوزنا باش واش عنده شي قيمه ولا ما عندوش. ما عنده كاع، ما عنده حتى قيمه هذاك الامتحان. وداك الشيء صوري، داك الشيء صوري 6 ايام ولا 4 ايام ولا 5 ايام، الناس دايرين من 8 حتى 4 ديال العشيه، وفي الاخر يدي واحد 80 ديال الناس. اللهم انا هذا منكر، وكنطلبوا منهم باش يتخلوا في الشيء اللي داير. واخا تفتلاك شي صوت هي رساله لجميع الناس، ما ياخذوش منا موقف. حنايا حنا ماشي ضده، حنايا بالعكس نبغي نبارطاجيو الجميع اللي نجح وتحس براسو عنده كفاءه. بغيتو الخير للجميع، لان كنشكر كل الجميع كلهم يخدموا الناس اللي كيستحقوا. عندنا حنايا المشكل عندنا هو حنا علاش ترفضنا، ماشي نتوما علاش نجحتوا. وحتى الناس فعلا ربما البارح كانت اقوى خدمه وشي مرشدين اللي كافيو السياحه عليها بكثرها. حنا ماشي ضد المرشدين اللي اندر جراوند، عندنا مرشدين تبارك الله اللي مزيانين وكنعترفوا بالكفاءه ديالهم، وانما هو كان كيهضر على حاله شاذه وكنعرفنا اي مين. يعني انتم تهضروا كشخصيه على الشخصيه ديالكم انتم. الانسان ملي تيكون منفعل راه قولوا لنا بغي يحسد، حنا راه ناس مجروحين
يعني ماشي سهل. حنا كنتمنوا منهم يعاونونا اي واحد لا مرشد يعني دازو او ما دازوش ولا الناس لا الشعب المتدخلين لاي جمعيه يتعاونوا معنا. راه حنا كنتمنى ليهم والديكم. شكرا لك اختي سعاد تتبعينا. إذا نلقاكم في فيديو مباشر آخر دمتم في رعاية الله وعلى الأقل.